إخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف ما كتشوفوا أمامنا الطائر ديال الكوكتيل أو الكالوبسيت، راه في واحد الحالة مزرية، ما كيقدرش على الطيران وعنده فقدان ديال التوازن، ما كيتحكمش في الحركة ديالو، حتى البنية الجسمانية ديالو ضعيفة بزاف، عنده تسييف حاد من قلة ديال الأكل. يعني راه تقريبا الطائر راه يحتضر. هادو كلها اعراض ديال مرض السلمونيلا. كنجيو نشوفو هنا تا البراز، اعزكم الله، يعني براز اخضر وفيه واحد اللون ديال مخاط ابيض على البراز. هادي كلها اعراض تقريبا بواحد النسبة ديال 90% ديال السلمونيلا. هنا اللي كيجي الدور ديال المربي، يعني في انقاذ الطائر قبل الموت ديالو. هنا خاصنا ندخلو في التأكيل ديالو يدويا، نعاونوه بالأكل. ضروري ما نجيبو هنا شي أكل يكون ممتاز ديال الفراخ، ديال إطعام ديال الفراخ ديال الطيور، نشوفو أي نوع، المهم يكون الجودة ديالو ممتازة. كنجيبو كذلك الدواء، بالنسبة للدواء عندنا هنا القزبر، قزبر أصدقاء مطحون، القزبر مطحون وبيبات ديال القزبر مطحون، كنطحنوها كنغليوها نصف ملعقة، كنغليوها تقريبا واحد الكأس أو نصف كأس ديال الماء، وكنستعملو بطبيعة الحال الماء المعدني. الطريقة ديال الاستعمال ديال هادشي، كنجيبو واحد الكأس فاش نخلطو، كنجيبو غنحتاجو واحد السورانك، وهاد الأكل الإخوان، هاد الأكل ديال الفراخ غادي نخلطوه بهاد الماء المغلى، وغادي نقدموه، نحاولوا نوكلوا الطائر يدويا قبل ما يموت معنا هاد الطائر. يعني راه كنقلب له الحويصله ديالو، راه فارغه، وحتى الوزن ديالو خفيف بزاف، يعني فقد الوزن ديالو، وفي اي لحظه الى خليناه ممكن يموت. هذا راه علاج جيد باذن الله. هنا كما قلنا الحبوب ديال القزبر راه ممتازه في علاج ديال مرض السلمونيلا الاخوان. كما كتشوفوا كنحاولوا نحلوا الفم ديالو بشويه ونضغلوا الاكل. كنتبعوا تقريبا هذه الوصفه المده ديال اسبوع، وكنشوفوا ان شاء الله النتيجه باذن الله. نشوفوا الطائر بدا كيتجاوب مع العلاج. هذه الوصفه راه طبيعيه، وما تخافوش منها الاخوان، كتعطى حتى كوقايه، وكتغنينا كذلك من استعمال المواد او الادويه الكيماويه اللي كتاثر لنا على الصحه والمناعه ديال الطائر من بعد.